السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. نهار جديد، فلوق جديد. بطبيعه الحال بغيت نقول لكم قبل ما نبدا الفلوق ديال هذا النهار، بغيت نقول لكم مبارك ابشركم، مبروك عليكم رمضان، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والرزق وبداك الشيء باش كتمنوه يا ربي، وتكون ايامكم كلها ورود ان شاء الله كيف ما كتشوفوا هنايا. فوالا اليوم كاينه في الجرده، بغيت غنوريكم شويه شنو زارعه فيها. غادي نوريكم هنايا كاين النوار كيف ما كيبان لكم هنايا. فوالا هذا الغوزي، هذا الورد، فوالا هذا الشيء اللي كيبان لكم هنايا. عندي هذا النوار، هذا حتى هو داير بحال لوركيد، هذا زوين الشكل ديالو. هادي كنحيدهم كنديرهم في الفاز كيجي وي الشكل ديالهم كلاس كيف ما نقولوا، حيت لوركيد سبحان الله العظيم في واحد الشكل زوين. شوف اش كاين هنايا، كوكسينال. شكون اللي كتعجب هاد الكوكسينال؟ شكون اللي كيعجب هاد ديرونجيتا؟ عقل كنا فاش كنت صغيره كنا كنشدها وكنديروها فوق يدينا، كنسميوها الطاكسي. كوكسينال علي نخليها تقار. علي بعد غادي نوريكم. المهم كيف ما كيبان لكم هنايا، فوالا ابخي غادي نشد هنايا نوريكم. فوالا كاين حتى هنا. المهم راجلي كاس كيدوز في فطوندوز على الربيع، بالك ليه. فوالا هذا الاتجاه الاخر هو فيه النوار. غادي نوريكم اشنو زرعه في هذه الجرده. فوالا كيف ما كيبان لكم هنايا، عطا الله الخير ما شاء الله. هنا البلاصه كانت هنايا كان لابيسين كبير، الدار هذه ما ساكنينش فيها كما كيبان لكم هنايا، ما ساكنينش فيها حيت انا عندي الدار ديالي قريبه للبحر ما بعيداش. داكشي علاش هاد البلاصه هذه قلنا ولا نستغلوها عوض ما نخليوها بحال هكا ما مستغلاش نستغلوها. على هنا اول حاجه غنوري لكم هي الكرافس كما كيبان لكم. دابا كاين دابا راه رمضان، هزيت منه، راني غنوريكم هنايا. ها طلع هنا، قطعت منه وديته قرطته هو باش كندير الحريره، وما شاء الله باقه مازال كتولد هادو، مازال وريقات صغيره ورينها ما كيبان لكم هنايا. ولكن دير هنا وحده جوج ثلاثه، هنا كاينه الرابعه ومازال كاينه وحده اخرى اللي هي خمسه. دابا نوريها لكم. احنا باركونت دايرينها بيو، الزراعه دايرينها بيو، ما كنديروش فيها لي برودوي شيميك، مخلينا هكاك بيو. داكشي علاش خايبه لكم هنا الببوش، خايبه لكم شويه زعما كانت البخوش لان طبيعي عادي. هنايا كتبان لكم هنايا هذا ليشو هنايا، وهنايا الفول كنت تبارك الله الفول. على هذا كله هنايا فول، هنايا نوريكم فوله. ان شاء الله غادي نهز هاد الشوغ نقطف منه وغندير للدار ان شاء الله. هرستها مسكينه شويه عندها تخدم هي بيد وحده، بغيت نوريكم. ها هي هنا فوله، هنا البسباس، البسباسه هنايا مزيان نهزها. انا في رمضان كندير بزاف الطاجين لان كيعجبني، خصوصا فاش كندير كندير فيه الخضره هنايا ديال الجرده كيجي بنين بنين، واخا الخضره زعما نشروها من المكازا ولا نشروها من المارشي ماشي بحال الحاجه اللي هي كتكون طبيعيه كتكون بيو. هذه شلاضه حتى هي خاصني نديها. باركونت شلاضه الا ما هزيناهاش بحال هكا سبحان الله العظيم كتكبر كتعاود عاوتاني دير الزريعه. نوريكم بحال هذه بدات كطلع هنايا، ببوش فوالا. ها هي عاوتاني هنايا لي شو، هذا كنديرو في الكسكسو. هنايا الفخيز كما كيبان لكم هنايا، حيت كنا هزيناه هديناه داو الدراري، هادي باقا كاينين صغيورين هما، لكن هنايا هما حمرين هنايا حيت دايرين فيها حتى الديسير، ما دايرينش غير الخضره. ولا هنايا باقي مازال اخضر، كاملين الفخيز كيبان لكم هنايا. هذا كله دايرين هنا كما كيبان لكم، هذا كله فول هيا. فوالا عاوتاني لي شو هنايا، هاد البسباس ها هو هنايا ما شاء الله. شوفوا هادي قداش
وسبحان الله العظيم وخاز ما كيكون هكا كبير كيطيب داغي ماشي بحال. حتى انا باش كنشوفها هكا كبيره كنقول نوره ما غطيبش راه غتكون زي ما كانت غتشد الطياب، مي لا بالعكس حاجه كتكون طبيعيه سبحان الله العظيم كطيب داغي. الا وهنايا الخرشف بالك لكم كيبان لكم هنايا ما شاء الله الخرشفه قداش. هذه هنايا البصله الخضاريه، مي هذه الحمراء كتبان لكم هنايا كتبان هنايا جدرتي الاحمر لان زارعه البيضه والحمراء، من الحمراء كتكون لذيذه على على البيضه سبحان الله. هنايا حتى غادي ندي منها للدار ان شاء الله. ها هي هنايا كنت كنقلب على شي وحده اللي تبان ليا باش نوريها لكم. ها هي هنايا حمراء هي هذه، المهم راجلي من بعد غادي يجي يهزها حيت هادو خاصنا نديوهم. راه كتبان لكم هنايا حمراء والقوق صافي خاصي واحد. انا كندير بزاف الطاجين، كندير فيه القوق والجلبانه والفول، كندير فيه الخضره، الخضره اللي كتكون خضراء. هذا القوق الفيولي حيت كاين القوق الخضر وكاين القوق هذا البنفسجي. لا هادي باقا ما دارتش كبلكا تكوني ببوشة. الله هادي تاهي الله والده هنايا فوالا. وابخي كاين عندي هنايا شجر اش هادي مشماشة فوالا، تولي مشماشة ان شاء الله في شهر 6 هي كبيرة. وهذه برقوقة شجرة ديال البرقوق. هنا النوار وهذا النوار هذا انا دغيب وحديتو، هذا اللي هذا حنا اللي زارعينو. هنا هذا الزعتر بحال دابا فاش ما كنمشيوش الجبال بحال هاد العام ولا عارف الحجر ما غنقدروش نسافروا بزاف بديكو، فبعوض انا نمشيو حيت حنا كيعجبنا ناخذوا الزعتر من الجبال. با فوالا با هو عندي هنايا في الدار وريحه ديالته كنديرو مع الحليب كيجي واه. المهم راكم عارفين الزعتر والحليب كيجي زوين. نوار هيا اشكال الانواع ديال النوار يا صالح راجلي اللي عز عليه النوار. لا فيربان نوريكم هنايا، نوريكم لا فيربان هنايا. هادي عرفتي شناهي اللويزة، هادي اللويزة بمذاق ديال الحامض. هادي فاش كنعرفت كنمسها بحال هكا لو انا اللي نقدر تقدروا تشموه معايا الريحة، لأن الريحة ديال الحامض سبحان الله. هادي اللويزة ديال الحامض فيها الريحة والطعم ديال الحامض. هي عاوتاني هنايا كوكسينيل ديك كان عماد دابا جا معايا ما يخليهمش. هيا النعناع وما ادراك ما النعناع. النعناع قلب على لاغزواغ ديال عماد يلا لقيتو، كان خشي في هذا الصندوق هنايا. My heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 새로 느껴져서.
조금 서툴지만 이해해줄래 동화 속에서만 보던 Just like shining star 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그 비로 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this oh, 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 ما شاء الله الراجل دابا حيد ليا هذا البسباس شوفوا الجدر ديالها فوالا قلعه من هنايا شوفوا قداش نوريكم قداش دابا هادي غنقسمها على بزاف ديال المرصوات صغيورين مي داغي كيطيب انا فريمون اول مره فاش انا شفتهم بحال هكا كبار قلت له هذا ما غيطيبوش راه شرفوا قال لي لا راه كاين هنايا الوليدات هكا كيبان كيبان لكم هنايا هذا هادو غير صغيورين بحال هكا فوالا شوف ما شاء الله ومازال باقا وحده هنايا غير الريحه ديال هاد العروشه ديالها شحال زوينين حفظت هذا النهار ما شاء الله الفول كثير كثير بزاف مازال باقي هنايا ورايا خديت منه خديت من جلبانه خديت البسباس خديت القوق البصله باش غندير ليه واحد الطويجين ان شاء الله الرحمن الرحيم للفطور خديت شويه النعناع الزعتر ما فوالا مازال هنايا الفول كثير البطاطا باقا ما ناضتش لان كيف ما عرفتوا مع الحجر الصحي ما زرعناهاش بكري هذاك الشيء علاش مي ان شاء الله النهار اللي تنوض غادي نوريها لكم اكيد غادي نمشي ناخذ شويه الورد باش نديروه في الفاز عندي في الدار او فوالا بغيت نوريكم الجرده ديالتي كيفاش دايره كما كتعرفوا خصكم عاشقه للطبيعه عاشقه للخضره شي حاجه اللي هي خضره كتريح النفسيه ديالتي الزوج ديالي تا هو عز عليه الطبيعه حببناها حتى لوليداتنا كيف ما كنقول لكم ديما ديما حاول انكم تعلموا وليداتكم شنو هي الزرعه واخا زرعوا غير شي حاجه قليله غير شي حاجه صغيره لوليداتكم غادي يفرحوا اكيد اكيد غيفرحوا بها فوالا غنختم معكم الفيديو ديال هذا النهار نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش بدي لايك ما تنساونيش بالتعاليق نقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله تحياتي وقبلاتي كما العاده صحه فطوركم انا غادي نقطع النمرات ندير غادي في الباز صبر الشوك ديال الورد تبارك الله قلت شنو هي انا غناخذ واحد عند هنايا حتى هي لا هذه حمراء ما غناخذ هذه هي تبارك الله قلت هي الشوك واو رائحة الله وعلى هذا الشيء اللي جمعت تبارك الله هنا البسباس الجلبانة هنايا كما وريت لكم هنايا الكرافس هذه البصلة من هنا كاين النعناع نوضنا ماشي يريح أنا هنا النعناع والزعتر هنايا
لي غوز وغنديرهم ان شاء الله في الباز.